سعد الله صباحك بكل خير شيخ طلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخوي، هلا فيك. حياك الله شيخ طلال معنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامج تباشير الصباح، وكما عودتنا شيخ طلال وقفة استراحة قلب، فماذا أعددت لنا؟ تفضل مشكورا ماجورا. دام فضلك الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد رحب بإخواني إخواتي، صبح عليهم بالخير، أسأل الله سبحانه وتعالى يستعملنا في طاعته دائما. الموضوع اليوم اللي بتكلم عنه وإن شاء الله يكون مريح للقلب فعلا، شوية يحل لنا مو إشكال، أنا بقول تساؤل أو قد تكون رغبة في نفوس بعضنا، فأنا بنبين شنو الصح فيها، خاصة أنها شيء يعني في السنوات الأخيرة ولازلنا نعيشه ومنتشر بيننا وعليه لغط وكلام كبير، ومسألة الشهرة. إخواني أخواتي، الشهرة هل هي شيء زين أو مو زين؟ حلو أن الواحد يصير مشهور، ولا والله الأفضل يكون خامل الذكر ما حد يدري عنه؟ أي الأفضل؟ هذا السؤال بجاوب عليه في الأخير، بأخره إلى آخر اللقاء. بتكلم عن نقطتين قبله فيما يخص الشهرة، وهذه السؤالين يعني لما نعرفهم راح شوية تهدى النفوس أكثر. السؤال الأول، هل الشهرة شرط لجودة الإنسان؟ يعني هل الإنسان غير المشهور إنسان عادي، إنسان على هامش الحياة ما له قيمة مثلا، ولا لا؟ في حديث يعني حدث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كانوا قاعدين مر رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تقولون في هذا؟ وكان هذا اللي مر رجل مشهور معروف عند الصحابة، اسمع أوصافهم له. قالوا يا رسول الله هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. يعني هذا يا رسول الله إنسان معروف ولما كانت الاجتماعية، هذا لو يخطب على طول يزوجونه، ولو توسط يمشون أموره ومعاملاته، وإذا تكلم الكل يسمع له، إنسان معروف في المجتمع ذاك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قال يا رسول الله هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع له. هذا العكس، ما حد يعرفه ولا حد يحسب له حساب، إنسان مغمور يعني، لو تقدم للزوج ما حد بيعطيه ولا بيقبلون وصلاته ولا أحد يسمع لكلامه أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يعني الثاني اللي مو بالعين شيء اللي مو معروف، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. يعني واحد من هذا يسوى ترس الدنيا من الأولاني، مع أن الأول عند الناس له قيمة ومعروف، لكن مو بالضرورة لما يكون الإنسان مشهور ومعروف هني يكون عند رب العالمين يسوى شيء وايد، والعكس صحيح. يعني كون الإنسان ما حد يعرفه ما حد يدري عنه أصلا، مو معناته أن هذا الإنسان ما له قيمة. شوف قيمة هذا الإنسان عند الله شكتر، كانت تساوي ملايين من الأولاني، واحد بس، شخص واحد يسوى وايد. احنا عندنا في تاريخنا كثير من الناس اللي لهم مكان عند رب العالمين احنا ما نعرف، يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم بالجملة هم في الجنة. زين، الصحابة كم عددهم اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ذكره أهل السير؟ كانوا 120,000، يعني احنا بنقول خلينا نقول 100,000 صحابي او اكثر، 100,000 صحابي. احنا يا اخواني اخواتي كلنا على بعضنا، لو بسأل كل واحد في وانا معاكم، تقدر تعد لي 50 صحابي 100 صحابي؟ تعدهم؟ تعرف اساميهم؟ الشاطر فينا بيوصل 1000 صحابي، زين ال 100,000 الباجي احنا ما نعرفهم، لكن هذين الصحابة في الجنة، جهلنا فيهم ما يضرهم. فمو بالضرورة انت عشان تكون لك قيمة لازم تكون مشهور، لازم تكون الشيء اللي تقدمه وايد الناس يعرفونه، مشاهداتك كثيرة، لايكاتك والإعجاب، مو لازم هذا كله. يعني لا تظن أنت أن ما حد قاعد يقدم شيء إلا الناس المشهورين، لا تظن أنك أنت كونك ما حد يعرفك ولا يمكن لك حساب على منصات التواصل والسوشيال ميديا يعني أنت إنسان عادي، لا. وهذا للأسف البعض يروج له، إذا ما كانت لك بصمة في الحياة فأنت على هامش الحياة، إذا ما كنت زين شنو اللي بقدمه؟ ف
ترى والله يا جماعة الشيء اللي تقدمه مرات ما حد يدري عنه لرب العالمين يكون وايد أغلى وأعز من اللي قاعد يقدمونه عشرات من قدام الناس. الشيخ المحفظ اللي قاعد في المسجد وقدامه 2-3 طلاب يحفظون القرآن، هذا ما قاعد يقدم شيء؟ الأم ولا الأب اللي في البيت قاعد يربي عياله ويهتم فيهم ويحرص عليهم، ما حد يدري عنه، هذا ما قاعد يقدم شيء؟ الزوجة اللي قاعد تعتني ببيتها وزوجها وأولادها ولا حد درى عنها ولا تنشر هذا في السوشيال ميديا، هذا ما قاعد تقدم شيء؟ هذه ما لها قيمة؟ هذه الأعمال، هذه الأعمال الكبيرة عند رب العالمين. فلا نربط، لا نربط ما بين الإنجاز والنجاح والإعلام. ما يكون لي نجاح ولا إنجاز إلا إذا كان مسلط عليه الأضواء وسووا معي مقابلة والناس كلها تعرفني ومتابعيني بالملايين. مو شرط، مو شرط هذا، لا نعيش هذا الوهم. وإذا والله الشيء اللي سويته ما حد درى عنه ولا الناس شوية يعرفوه، يعني ما لا قيمة ولا لا أثر. لا يا أخواني، هذا الموضوع لازم نفصل فيه. القيمة، قيمة العمل عند رب العالمين. بالعكس، إحنا أصلاً في ديننا الأعمال كلها قيمة أكثر إذا كانت في الخفاء. رجل ذكر الله خالياً بروحه ففاضت عيناه، مو قدام الناس، وذاك اللي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا في ظل العرش. أما أي صدقة ثانية قدام الناس قد يكون في ظل صدقته، بس فرق بين ظل الصدقة وفرق بين ظل العرش. فإحنا أصلاً مأمورين ابتداء بالخفاء. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، إذا كانت الأعمال الصالحة بالعلن والنعم، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، هذا أفضل وهو أدعى للإخلاص. فهذه النقطة الأولى، لا نربط نجاحاتنا وإنجازاتنا وقيمتنا عند رب العالمين وعند في الميزان إنه لازم تكون شيء معروف وظهر للناس وعرفوا، ما العلاقة، ما العلاقة. الأمر الثاني، شلون أصير مشهور لكن عند الله، وهذا الأهم. يعني أنا لو ما حد عرفني في الدنيا لكن رب العالمين يعلم حالي وأنا لي قيمة عنده، والله هذا يكفيني. شو ممكن أسوي عشان أنا أكون مشهور ومعروف عند رب العالمين؟ أنا بتكلم طبعا الأعمال كثيرة جدا، أنا بتكلم عن 3 أشياء ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بذكر هذه الأحاديث وكل واحد يأخذ اللي يناسبه واللي يقدر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد. يعني يصف النبي عليه الصلاة والسلام حال رجل، وسواء رجل أو امرأة، اللي يوقت المنبه آخر الليل ويقوم. لاحظ هذا اللفظ، يعالج نفسه، يعالج نفسه يعني هو دايخ في النوم، عيونه مغمضة مساكين، بس قايم قاعد يجاهد نفسه. وعليه عقد، عقد الشيطان اللي عليك، نام لا تقوم، الحين انت تحتاج النومة، بعد شيء بيأذن في وراك دوام، وهو يعالج نفسه ويقوم يقعد على الفراش شوية ويغمض عينه ويروح الله يسكن الحمام وهو كذي، بس هو قاعد يجاهد نفسه. هذا اللي عالج نفسه، قال: فإذا وضع يديه انحلت عقدة، وإذا وضع وجهه انحلت عقدة، يعني بالوضوء تنحل عقدة. قال: فيقول الله عز وجل للذي وراء الحجاب. يعني شوف الله يخاطب الملائكة، تخيل هذا الحوار قاعد يصير في الملكوت عند رب العالمين بينه وبين الملائكة، وهذا العبد في الأرض في غرفته في بيت في منطقته في بلدته، ما حد يدري عنه، ما حد يدري عنه. وترى هذا الموضوع يمكن صار الليلة اللي طافت الحين، ليلة الخميس هذا اللي قبل أنا قاعد الحين الصبح، هذه الليلة اللي طافت يمكن صارت حق ناس وايد رجال نساء احنا ما نعرفهم، لكن عند رب العالمين قاعد يصير هذا الحوار. تخيل هذا الحوار، الله يقول الذين وراء الحجاب، يقول: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني. يعني هو قاعد يجاهد نفسه ويقوم عشان يبي يدعوني ويطلبني بالليل بصلاة القيام في سجوده، يعالج نفسه ليسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. شفت الشرف، ان انت لما قمت الليل ما حد يدري عنك، لكن الله قاعد يقول حق الملائكة اللي عنده: اي شيء يطلبني عبدي هذا هو له. هذا الانسان المشهور عند رب العالمين، والملائكة يعرفوا هذا الانسان اللي يمكن يكون مغمور في الارض ولا حد يدري عنه ابدا. حديث اخر وعمل اخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى. هذا هو العمل، هذا يا أخواني أخواتي الإنسان اللي طول عمره يعيش يدور رضا رب العالمين، يتحرى الحلال بعيد عن الحرام، إذا يتلم معاملة ولا شغلة دائما يستفتي أهل العلم ويسأل: يا جماعة يجوز يسوي هذا الشيء؟ وين الخير؟ وين أعمال الصالحة؟ على طول يبادر،
إن كان في خدمة والدينه هو أول واحد من بين إخوانه وخواته، إن كان في مساعدة أحد في تفريج كربه هو يلتمس مرضات الله، شيء حرام هو أبعد الناس عنه، هذه حالته. قال إن العبد ليلتمس مرضات الله تبارك وتعالى فلا يزال بذلك، هذه حياته وهذه سنته وهذه طريقته. فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي علي. شوف هذا القرار والأمر من رب العالمين، طالما هذا عايش يلتمس مرضاتي يدورها فإن رحمتي، الله كتب له الرحمة. شوف شو اللي يصير عقبها، فيقول جبريل رحمة الله على فلان، يعني الجبريل يصرخ فيها بالملائكة، فيقول حملة العرش رحمة الله على فلان. تخيل هذا الأمر الرباني ينتقل من رب العالمين إلى جبريل، وبعدين يبدأ الإعلان. جبريل يقولها بصوت عالي فيسمعها حملة العرش، فيقولها حملة العرش رحمة الله على فلان، فيسمعها الملائكة، فيقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع. كل الملائكة في السماء السامعة يقولون رحمة الله على فلان، باسمه، رحمة الله على محمد، رحمة الله على عائشة، رحمة الله على فلانة. والسبب أن هذا الإنسان وهذه الإنسانة همه في الدنيا أن يرضي الله سبحانه وتعالى. تخيل عاد متى يأتي هذا القرار من الله سبحانه وتعالى، متى يأتي هذا الأمر الرباني؟ أنت ما تدري، يمكن يكون اليوم، يمكن أصلا الله أعطاك هذا الأمر من سنة وأنت ما تدري، أو رمضان اللي فات، أو الحجة اللي فاتت، أو يمكن يكون الأسبوع الجاي إذا لازلت أنت تحرص على رضا الله سبحانه وتعالى، خاصة وأنت في معاملة قدامك الحين ما بين حلال وحرام وأنت متردد، تأخذها وفيها مربح لك لكنها حرام، اتركها، تلمس مرضات الله واكسب رحمة رب العالمين وهذه المعرفة والشهرة في السماء. أخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال، أقصد، يقول الله تبارك وتعالى إذا ذكرني أو من ذكرني، إن ذكرني في نفسه يعني عبدي، أنا مع عبدي حين ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذه من أسهل الأعمال، ذكر الله سبحانه وتعالى، أنت ذكر الله سبحانه، ذكر الناس والله يذكرك في الملائكة، تشوفوا عبدي فلان قاعد يذكرني ويذكر الناس فيني، يدلهم علي، يعلمهم منه أنا. هذه الأعمال يا أخواني أخواتي اللي تخلي الإنسان مشهور عند الله والملائكة، أن يقوم الليل وهو يجاهد نفسه، أن يتلمس رضا الله سبحانه وتعالى في حياته، أن يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يحدث للإنسان إذا الله عز وجل أحب لي أي عمل عمله. إذا أحب الله عبدا دعا جبريل عليه السلام قال يا جبريل نحب فلان فأحبه. يا الله تخيل أنت اسمك عند الله يقول يا جبريل نحب فلان ولد فلان ولا فلانة بنت فلان فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه الطرق اللي أنت تكون فيها مشهور، اللي بس مو عند الناس، الناس ترى حتى لو شنو أنت كنت مشهور والله من تروح وتموت وتخلص من الدنيا ينسونك، ترى ما حد دار عنك. أخيرا أجاوب على السؤال الأول، هل الشهرة في الأرض شيء طيب ولا لا؟ حلو أن الناس يعرفونك وتكون مشهور ولا شيء مو زين؟ الجواب أن الشهرة ما لها علاقة تكون زينة ولا مو زينة. الشهرة يا أخواني ما تمدح بذاتها ولا تذم لذاتها، لكن اللي يستعمل الشهرة بالخير فله حسنات بقدر اللي يعرفونه ويتبعونه. إنسان عنده مليون متابع قال لهم إن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قالوها مليون متابع سبحان الله وبحمده، كل واحد من المتابعين كمله نخلة في الجنة، هو كمله مليون نخلة في الجنة لأنه السبب في هذا الخير. طبعا هذا كان يكون في إنستغرام، في التلفزيون، في أي شيء، إذا الحين وأنا قاعد أقول لكم اللي قاعد تسمعوني قولوا سبحان الله وبحمده، إذا كنتوا اللي تسمعوني أنتوا الحين يمكن 100,000، عسى الله يكتب لي 100,000 نخلة في الجنة لأن أنتوا سمعتوها مني. لكن إذا كان المليون متابع أو المليون مشاهدة يعلمهم الشر والسوء فعليه مليون سيئة بعددهم. هذه خطورة الشهرة يا أخواني يا خواتي، وبالذات خواتنا اللي تطلع بسفور بدون حجاب، تدرين أنت كل واحد يشوفك، أنت تتحملين إثمه وهو لا يؤثم أنه شافك، وأنت عليك إثم ووزر لأنه شافك. لا تفرحين بكثرة متابعينك وكثرة مشاهدات اللي أنت تطلعين فيها والسوء اللي ينقل، هذه الشهرة اللي يستخدمه في الخير عسى الله يكثر خيره وضعف حسناته، لكن يستخدمه في الشر خليه خاف على نفسه من الوزر والإثم. ترى الواحد يا الله مكفي نفسه بنفسه، الواحد يا الله يلحق يتخلص من الذنوب اللي بينه وبين الله.
مو ناقص هو يتحمل ذنوب الناس ليحملوا أوزارهم. نعم. وأوزار الذين يعني أنت تحمل أوزار وزرك ووزر اللي أنت تضله وتكون سبب في غوايته. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المعروفين عنده ومن المشهورين في السماء ومن كتب لهم القبول في الأرض، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين. العالمين.